ستحملك البلاد، ستحملك البلاد إلى المنافي، وتصرخ في التراب لما التجافي. ستبصر وجه أمك مريمياً تهدئه، تهدئه على أمل التصافي. إذا بكت الشوارع، إذا بكت الشوارع هجر طفل، لأن ضميرك المخمور غافي ينادي منذ أن قطعت حبال، ينادي منذ أن قطعت حبال تهدئ روع أزمنة الجفاف. هنا والله، هنا والله تجتمع الرزايا. متى، متى يا قهر تأذن بانصرافي؟ هنا أوجاع أمتك امتداد لأمنية تقيم على الضفاف، لأمنية تضمدها بصبر، لأمنية تضمدها بصبر يهددها الجنوح إلى الخلاف. سينزفها صراخك للمرايا، سينزفها صراخك للمرايا، ويسعفها بكاؤك في القوافي، ويسعفها بكاؤك في القوافي. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. هذه المرة نذهب وإياكم إلى الجزائر، وضيفتنا من هناك الشاعرة الدكتورة شفيقة وعيل. أضأت ردهات بيت القصيد دكتورة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. دكتورة، في البداية وقبل الشعر، دعينا وقبل الأسئلة كذلك نذهب إلى سؤال خارج الصندوق. حينما نتحدث عن الشعر، هل هو نعمة أم نقمة من وجهة نظرك؟ أم هو يحتمل الشيء ويحتمل ضده كذلك؟ والله لا أدري، لعلكم أغلتم في الفلسفة هنا، فما بأقول الشعر نعمة أم نقمة؟ نعم. بالنسبة للمتلقي، الشعر طبعا يكون دائما نعمة، لأنه مصدر بث الفكر وبث الفرح بالنهاية. بالنسبة للشاعر، هو نار، الشاعر يتلظى بين نارين، نار أن يخرج القصيدة حقيقية، ونار أن يعبر عن هم المتلقي أيضا في نفس الوقت. فهو يستمتع عندما يوافق أفقه أفق المتلقي، لكنه في نفس الوقت يحترق قبل خروج القصيدة. هل هو نعمة أم نقمة؟ أعتقد أنه الاثنتين. كثير يذهبون ذات المذهب الذي يعني أيدته ورجحته. دكتورة، قبل أن نبدأ الأسئلة، وسأفاجئك بكثير من الطروح المتعددة حتى نقف في بستانك فنقطف منه أجمل الأزهار، سواء على مستوى الرأي أو القصائد، إلى بواكير القصائد، ماذا ستقرأين علينا في افتتاح هذه الحلقة من بيت القصيد؟ تفضلي. عفوا، ما سمعت. أقول لك، ماذا ستقرأين علينا في بداية الحلقة؟ لك المنبر والكلمة، اقرأي ما تحبي. إذن ربما أبدأ بشيء قصير مقتطف يمس نوعا من الشجن، وفي نفس الوقت يكون مصافحة طيبة لقلوبكم. مر الغريبان في تنهيدة الأبد، مر الغريبان في تنهيدة الأبد، روحين مرة بلا زاد ولا مدد، يهرول النص بالمعنى فيضمئه، يقول مهلا بسر الماء يا ولدي. كالعمر مرة كأسماء مؤولة، كانت تحاول شرح الروح للجسد. والحب يزرع حناء وأسئلة، ووشمة نبتت في غفلة الرصد. من أنت؟ من أين؟ مد الكف لي لأرى، كأنني أعرف الحناء فوق يدي. شكرا لكم. جميل، ما شاء الله عليك دكتورة. دعينا نذهب إلى الملف الأول من الأسئلة، واسمح لي أن أسميه ملفا،
لأنني أريد منك إجابات موسعة فيما يتعلق بهذه الأسئلة. البداية مع الجدية في القصيدة العربية. دكتورة، إلى أي مدى تلاحظين أن القصيدة العربية اليوم فعلا تخوض غمار الجدية بقوة ومسؤولية أيضا؟ هل هذا يحصل؟ سؤال الجدية في القصيدة العربية، أعتقد أن طبعا لن أعطي أحكاما عامة، لأن القضية تحتمل الأمرين دائما. هناك من يأخذ القصيدة بمحمل الجد، وهناك طبعا من يعتبر القصيدة نوعا من الترف. لا، هذا لا يعني أن الترف ليس جدا، ولكنه يعني أنه فسحة أقل للتعبير عن قضايانا الإنسانية والوجودية حقيقة. القصيدة العربية اليوم أعتقد كما كانت دائما تحاول أن تتنفس هم الإنسان العربي، لكن الجدية اليوم أعتقد في نظري أنها صارت تنحى أكثر نحو التجديد في النفس الشعري، يعني في تبني قضايا الحاضر، وفي نفس الوقت في ابتكار الصورة، وفي إضفاء نوع من الفلسفة الوجودية الحقيقية الراهنة بالإشكاليات الحديثة اليوم. الجدية طبعا لا أقول بشكل عام، ولكن هناك نفس جاد يقابله نوع من سميه ترفا أو سميه أخذ القصيدة على محمل البساطة، على محمل الترف البذخ الذي لا يكون محببا في التعاطي مع هموم وجودية تستطيع القصيدة بوصفها طبعا بنية حقيقية للهوية العربية. فطبعا يبدو الحكم هنا هلاميا هذا الذي ألقيته، ولكن حتى أكون منصفة، هناك نوع من الجدية يفرضه الراهن والقضايا المعاصرة، ولكن في نفس الوقت نحتاج مزيدا من التعاطي بجدية مع القصيدة الحقيقية، نوع من الوفاء. نعم. طيب، إذا أردنا أن نسهب في موضوع الوفاء للقصيدة العربية، باعتقادك دكتورة شفيقة، إلى أي مدى يمكن أن يسهم تعلم اللغة ويعني التنقل ما بين تجارب مختلف الشعراء أن يسهم بخلق حالة من وفاء الشاعر تجاه لغته الأم؟ وهل ثمة أساليب أخرى تخلق هذا الوفاء باعتقادك؟ تقصد تعلم اللغة العربية؟ تفضلي دكتورة. عفوا، تقصدون تعلم اللغة العربية أم تعلم اللغات الأجنبية بشكل عام؟ نقصد من هنا التوسع باللغة العربية من خلال الشاعر حتى يقدم الأفضل دائما، وبالتالي يكون وفيا للغته والشعر الذي يكتبه. أعتقد أن الشاعر ينبغي أن يكون أكثر من متوسع في اللغة العربية. التوسع في اللغة العربية هو التحكم في أدواتها التقنية، التحكم في نحوها وصرفها وبلاغتها وضروب كلامها، لكن على الشاعر أن يكون أكثر من ذلك في الحقيقة لكي يكون وفيا للقصيدة العربية. ينبغي أن يكون متوسعا ومتعمقا في روح اللغة العربية، وليس في اللغة العربية بما هي جسد الكلمة أو جسد الكلام. يحتاج أن يفقه فلسفة اللغة في حد ذاتها، أن يعيش كينونة اللغة في حد ذاتها. طبعا قد يستغرب بعض الناس الحديث هذا النوع من الحديث، لأنه يخلق نوعا من المزج بين الفلسفة واللغة. في الحقيقة نعم، الفلسفة أو اللغة إن لم تعش فلسفة لن تقدم للقصيدة شيئا، ستقدم صورا عقلية يتفاعل معها المتلقي ويقول صورة جميلة أو صورة غير جميلة، لكننا نحتاج تمازجا وانصهارا روحيا مع فلسفة اللغة العربية، الوعي بالمعنى، الوعي بالجرس الصوتي، الوعي بالنظم، بتمازج أو تماهي السياقات، بالشبكة الدلالية أو الغيمة الدلالية التي تصنع برقا روحيا لامعا في ذات القارئ، التي أعتقد أنها بعد ذلك ستكون علامة في تاريخ الشعر العربي. يعني لا يكفي الشاعر العربي أبدا أن يتعمق في اللغة العربية، نطلب نحن من الشاعر في بداياته أن يتمكن من اللغة، بعد ذلك نطلب منه أن ينصهر باللغة العربية وفي اللغة العربية. تطبيقا عمليا لهذا الكلام الذي تفضلت به دكتورة، نريد قصيدة تأتي بها هذه الوصوف التي تفضلت بها وتنطبق عليها بعض هذه الملاحظات التي
سردتها علينا، لك الخيرة من أمرك، اختاري ما تشائين وأقرأي علينا ما تحبين الآن. تفضلي دكتورة. يعني ألزمتني المأزق الآن، لأني لا أعتقد أن التنظير أو التطبيق سيبلغ مبلغ التنظير. نحن نقول ما نطالب الشاعر أن يكون عليه، لكن نعم لا، نحن ليس لا ننظر أننا نبلغ هذا المبلغ. أكيد أنت أدليتي بدلوك، أحاول ذلك جاهدة وربما سأقرأ عليكم قصيدة. لكن فيما يتعلق بإجابتك، الإجابة كانت موفقة من وجهة نظري، وأكيد هناك فائدة عمت ووصلت للكثير من المتلقين، لكننا نريد الآن أن نشنف آذاننا وقلوبنا تبتهج بأولى القصائد. تفضلي دكتورة شفيقة وعيل من الجزائر إلى القصيدة الأولى. وردها تجدل ليلها رؤيا، تجدل ليلها رؤيا وترسل في المدى التأويل، تقول الآن يا خلي سنشرب قهوة التهليل، فلا رشف سوى نجوى تعطر من يقين الهيل، كأحلام الشفاه تدور حوقلة بقلب الصب، وتوقظ فتنة التسليم، والتسليم مثل الحرب، فيا سيارة المعنى دلاء السر عند الجب، تقلبه على الأشواق حمدلة وتسبيحا، فيحرقه ابتهال الروح تبريحا فتبريحا، كأن الوجد لوحه بكف الجمر تلويحا. الله. وسبحان الذي أسرى إلى معراج لا إلا، فراعت من توجسها غزل النور من لملا، تفر يفر من لكن فلا يصطاده كلا، سقته مجازها الخمري، سقته مجازها الخمري لم تغرقه بالتشبيه، سقته مجازها الخمري لم تسكره بالتشبيه، فليس كمثله غيب توضأ من ندى التنزيه، تكبر يا صلاة الزين يسجد قلبها ليريح. تكبر يا مجددا رؤيا، تكبر أنا رؤيا، أنا رؤياك في التأويل كنت عقيقك اليمني، وكنت يقيني القدسي إذ سميته وطني. أنا تلك التي لو لم تكن في الكاف لم تكن، أنا تلك التي لو لم تكن في الكاف لم تكني. جميلة هذه الروح التي تعتد بذاتها، والتي تؤكد أن الآخر هو جزء منها، جزء من كل، أنتن الكل ونحن الجزء، ولا مراء في ذلك ولا جدال. دكتورة الآن سأخذك برحلة إلى أمل دنقل، ونستمع أنا وأنت إلى قصيدته الكمان، ما رأيك بذلك؟ أحبذ ذلك جدا. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، وتابعوا هذه القصيدة للشاعر المصري الراحل أمل دنقل، ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. لماذا؟ لماذا يتابعني أينما سرت صوت الكمان؟ أسافر في القاطرات العتيقة كي أتحدث للغرباء المسنين، أرفع صوتي ليطغى على ضجة العجلات، وأغفو على نبضات القطار الحديدية القلب تهدر مثل الطواحين، لكنها بغتة تتباعد شيئا فشيئا، ويصحو نداء الكمان. أسير مع الناس في المهرجانات، أصغي لبوق الجنود النحاسي، يملأ حلقي غبار النشيد الحماسي، لكنني فجأة لا أرى، فجأة تتلاشى الصفوف أمامي، وينسلب الصوت مبتعداً.
ورويدا رويدا يعود إلى القلب صوت الكمان. لماذا؟ لماذا إذا ما تهيأت للنوم يأتي الكمان فأصغي له آتيا من مكان بعيد، فتصمت تصمت همهمة الريح خلف الشبابيك، نبض الوسادة في أذني، تتراجع دقات قلبي، وأرحل في مدن لم أزرها، شوارعها فضة وبناياتها من خيوط الأشعة، ألقى التي واعدتني، ألقى التي واعدتني على ضفة النهر واقفة وعلى كتفيها يحط اليمام الغريب، ومن راحتيها يغط الحنان. أحبك. صار الكمان كعوب بنادق، وصار يمام الحدائق قنابل تسقط في كل آن، وغاب الكمان وغاب الكمان. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا لمن التحق بنا في هذه اللحظات. نذكركم ضيفة هذا العدد من بيت القصيد معنا من الجزائر عبر سكايب الشاعرة الدكتورة شفيقة وعيل. أهلا بك دكتورة مجددا. أهلا وسهلا بكم. قبل أن نذهب إلى الشعر من جديد، هناك دكتورة من يعزو الألق الشعري فقط إلى العصور الماضية، وربما يتجاهل أبناء هذا العصر. ألا تتفقين مع الرأي القائل بأن شعراء عصرنا كذلك لهم بصمتهم التي تمثلهم؟ والله إلقاء الأحكام الجزافية مثل أن الشعر اللي كان له زمن ألق فيه ثم اختفى، وأن الشعر مرهون بفترة زمنية أو ظرفية معينة، هذا أعتقد حكم لا يعي ولا يفقه حقيقة الشعر. الشعر في حقيقته هو مواكبة حياتية، هو ممارسة وجودية، يعني يفترض بالإنسان في تذوقه للشعر أن يرى فيه ذاته، أن يرى فيه مجتمع، أن يرى فيه ما يمكن أن يكون عليه، ما لم يمكن أن يكون عليه. أقصد أنه هو نوع من الديزاين، من الممارسة الحياتية الوجودية الحقيقية للحياة. يعني قصر الحياة في زمن ما شعريا يعتبر غير منصف لا للشعر ولا لحقيقة اللغة التي هي حية بوهج أهلها وبوجدانهم وكينونتهم، وأيضا غير منصف في حق شاعر اليوم وفي حق إنسان اليوم، لنقل الإنسان العربي إن تكلمنا عن الشعر. طيب دكتورة اسمحي لي أقاطعك، غير منصف، اسمحي لي أقاطعك هنا ونقول ليس على الإطلاق، وإنما يعني بعضهم أو كثير منهم. ألا تتفقين مع الرأي القائل بأن شعراء اليوم نجحوا بأن يكونوا مرايا تعكس ظروف وطبيعة وإشكالات عصورهم، وتقدم أيضا الرجاءات والآمال التي يتمنون أن تتحقق، ونجحوا بتصويرها شعرا؟ هل حصل هذا؟ ما رأيك؟ طبعا بلا شك يفترض أن يحصل هذا في الشعر والشاعر، يفترض أن يكون الشاعر صوت وجدانه وصوت أمته وصوت تجربته وهويته وثقافته وآماله وطموحه ومشاكله. أعتقد أن الشاعر العربي كما نجح في القديم في تصوير هموم الشاعر الجاهلي، ثم هموم الشاعر المخضرم، ثم هموم الشاعر المهموم بالأفكار الإسلامية الجديدة والجدل الفكري الجديد، هو مهموم اليوم في استرجاع هويته وفي مواجهة قضاياه. ونعم أعتقد أن الشاعر العربي، طبعا نحن لا نطلق أحكاما عامة هنا، لأن دائما هناك نوع من التصنيف الفكري والفني كذلك في القصيدة المعاصرة، لكن هناك أصوات شعرية عربية كثيرة معاصرة استطاعت أن تعبر عن همنا الوجودي وعن تساؤلاتنا وطموحاتنا، أحيانا ببكائية مفرطة وأحيانا بآمال متشوفة ويعني نوعا ما في الغيوم.
ولكن على الأقل الشاعر وفق إلى حد كبير في أن يكون صوت مجتمعه وأمته، الشاعر المعاصر أقصد. وكثيرون ولا شك أنهم يؤيدونك في هذا الرأي ويقفون ذات الموقف. إلى قصيدة جديدة الآن، وكلنا شوق للجديد. دكتورة تفضلي. أقصد هذه القصيدة طبعا مهداة، طبعا هي بلا عنوان ولكنها مهداة إلى قابيل. نعم. أقول له: اغسل دمائي عن يديك كي لا يراك أبي. وكأننا كنا وقد هبت ببال الموت أسماء وبعض معان، ظلين أو رجعي الصدى لم ننتبه حتى تشكل في الصدى وجهان، وجهي ووجهك، فالمرايا لحظة نزفت ملامحها على الأطيان. ما ضر ذاكرة الملامح أنها بيني وبيني ربما تنساني. متمضمض بالصمت يا أبتي فم، ترك القصائد دون ما عنوان، فاغفر له الموت الذي ربيته في حاجة المعنى إلى قربان. فمعي اشتهاء جامح لأقولني، ومعي تواريخ من النكران. لا قبر يجمع ما تبعثر صمته، لا قبر إلا سجدة الأحزان، أركانها تهويمتان، ودمعة ودم يرتل سورة الرحمن. أركانها تهويمتان مجدداً. فبأي آلاء القصيد أدسني مجدداً دكتورة شفيقة؟ تقية. أركانها تهويمتان ودمعة ودم يرتل سورة الرحمن. الله الله. فبأي آلاء القصيد أدسني بين المجاز تقية لأراني؟ الله. وبأي آلاء الجمال تنكرت أشياؤنا الشمطاء للغفران؟ وبأي آلاء الخيال سيشتري يا شهرزاد الليل جلاداني؟ لا يرحمان ضفيرتيك وغصتي، ويزوران الحلم كذابان، طفلان ظلا شاهدين عليهما لغتي، وفي لا قبره جثمان. طفلان ظلا شاهدين. طفلان ظلا. طفلان ظلا شاهدين عليهما لغتي، وفي لا قبره جثمان. الله الله، لا فضافوك، أحسنت صنعاً بقراءة هذه القصيدة علينا دكتورة شفيقة. لا قطع الله صوتا ولا حرمك مجازا. دكتورة، حدثينا من وجهة نظرك الآن ومن تجربتك الخاصة عن مقومات القصيدة الواجب توفرها في القصيدة المعاصرة حتى تكون قابلة للحياة دهورا عديدة، من وجهة نظرك تفضل. أعتقد أن القصيدة طبعاً هنا الرؤى دائماً تكون نسبية، لأن أكيد ولا شك ما طبعاً أعتبره أنا من نحن متفقون على ذلك أن رؤانا نسبية، والإجابات ليست مطلقة وليست بالمعنى المعمم، وإنما هي رؤية نسبية لا أكثر من ذلك ولا أقل. تفضلي. صحيح. ولذلك أقول في نظري أن القصيدة ذات المعايير الحية هي القصيدة. نعم. التي أولاً تنطلق من لغة مجتمعها، طبعاً لا تماهي لغة المجتمع، ولكن تنطلق منها إما لتصوبها أو لتجملها أو لتضفي عليها سحراً، هذا من ناحية الجسد اللغوي. تنطلق من ثقافة زمانها، تنطلق ولكن تلقحها برؤى فنية عالية مستلهمة من التراث، مستعادة من الفلسفة، أيا يكن، يعني تقدم للغة شكلا ومعنا عطاء أعمق. نعم. ثم أن تنطلق حقيقة من الهموم الوجودية التي يعاني منها الفرد العربي والمجتمع العربي، من حيث الرؤى الفكرية ومن حيث الظروف الحياتية والصراعات الوجودية. وأخيراً وهو الأهم، أعتقد أن جانب الصدق في القصيدة، وهو جانب غير معياري بالنسبة. نعم. لنا، يعني لا يمكن أن نقيس جانب الصدق، ولكن صحيح. يمكن لنا أن نلمسه من روح الشاعر، من عطائه، يمكن أن نلمس أن هذه القصيدة حقيقية، تخرج من ذات متوهجة لتصل إلى ذات متعطشة لهذا المهج. نعم.
إذا الجانب اللغوي مهم، تجديد اللغة مهم، تجديد المعنى مهم، مواكبة القضايا الوجودية مهم جدا، وحقيقية القصيدة أن تكون تجربة كونية حقيقية، تجربة وجودية نعم. حقيقية، هذا الذي أعتقد يضمن للقصيدة أن تكون ذات معايير عالية وأن تليق بالإنسان العربي وبالشعر العربي وأن تواسي نكبات هذا الزمان. دكتورة، بعيدا عن مجال الإفتاء، وأنا أعلم أنك لست متضلعة ولا متخصصة في ذلك، ولكن دعينا نناقش حالة يعني كثر الهرج والمرج فيها في الآونة الأخيرة. يعني نجد ونحن نعلم أن جمهور الأدباء متعطش ومحب للقراءة في مختلف أنواع وأشكال العلوم الإنسانية المطروحة، لا سيما من ضمنها أيضا الدين الإسلامي. نجد أن هناك من يحاول التطاول أو أن يلغي فكرة أو أن يلغي تشريعا أو. السؤال هنا، ما المطلوب من الشاعر حتى يلزم نفسه الحجة ولا يورد نفسه التهلكة فيقع بالمحظور؟ رأيك في هذه المسألة بشكل عام، بعيدا عن الخوض في التفاصيل التي يعدونها كثيرون أنها خلافية؟ والله أنا بالنسبة لي ألتزم بالكثير من الحدود في كتابة القصيدة. صحيح أن الشعر هو كائن حر ويحتاج أفقا متسعا، لكن مجال الحرية واسع جدا، وفي نظري ينبغي أن لا يتجاوز مجال الحرية هذا الخطوط الحمراء التي هي بالنسبة للفرد الإنسان في ذاته وبالنسبة لمجتمعه. طبعا القضايا الدينية أو المقدسات الدينية على يعني أعلى القائمة. بالنسبة لي تجاوز الاحترام والتقدير في حق المقدسات الدينية مرفوض شكلا ومضمونا، ليس لأنه فقط تجاوز للذاكرة الجماعية وللمقدسات الجماعية والروحانية الجماعية، ولكنه أيضا بالنسبة للفرد. أنا أتكلم طبعا عن من هو ملتزم بهذه المقدسات أيا يكن دينه، أعتقد أنه إذا كان كذلك فهو يتجاوز حتى في حق نفسه. لكن ينبغي أن نفتح هنا شيئا مهما للحديث عنها. أعتقد أن ينبغي أن نكون منفتحين إلى نوع من التأويل الموشح بحسن الظن. هناك كثير من الشعراء يستعملون بعض المقدسات لا من جانب، طبعا بعبارات محترمة، ليس من جانب الإهانة ولا التقليل من شأنها، ولكن ربما استعمالهم لها يكون له مقصد معين، مقصد رمزي قد لا يفقه، فيحتاجون في كثير من الأحيان إلى التبرير عندما يسألون عن ذلك. في نظري أنا أصنف القصائد من هذا النوع إلى قصائد تقرأ في جمهور يفهم معاني المعاني، يعني يفهم آفاق المعاني ويستطيع أن يتعامل معها بطريقة منفتحة محترمة للمقدسات، وفي نفس الوقت بحسن ظن تجاه هذا الشاعر. وهناك نوع من القصائد الذي يلقى إلى الذاكرة العامة في الحشود العامة، أعتقد هذا ينبغي أن يكون دقيقا جدا في مراعاة هذه النقطة، ليس من أجل الحشود فقط ولكن من أجل الشاعر أيضا. يعني لا نراد، نحن بالنهاية الشاعر هو لنقل أنه مصلح من باب ما، ولا نريد أن يكون هذا الإصلاح متصارعا مع الذاكرة الجماعية، مع الوجدان. نريده أن يكون سلسا، ونريده أن يكون منتجا ولا يكون صراعيا. فما جدوى أن نثير القلقلات بالتعرض للمقدسات والحديث عنها. الاستعمالات الفنية شيء آخر طبعا، هذا مجاله ليس التحليل العام، يعني مجاله الخاص، المجالس الخاصة كما قلنا. فنعم هناك خطوط أعتقد مقدسة بالنسبة لي لا يجب أن تتجاوز، سواء كمتلقية أو كشاعرة أو كناقدة، لكني كناقدة أراعي كما قلت الانفتاح على حسن الظن في الشاعر وعلى حمل كلامه إن كان يحتمل التأويل الطيب على أطيب المحامي. في هذه الإجابة ذكرتني بقول العرب قطعت جهيزة قول كل خطيب. بعد هذه الإجابة الدسمة دكتورة سنذهب إلى فاصل، ما رأيك؟ يكون ذلك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل هذه الحلقة من بيت القصيد، ابقوا معنا. Thank you.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10,727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا. نرحب بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. ضيفتنا عبر سكايب من الجزائر الدكتورة الشاعرة شفيقة وعيل، أهلا وسهلا بك مجددا دكتورة. والآن بعيدا عن الأسئلة، دعينا نعود إلى الشعر. ما رأيك دكتورة شفيقة؟ هل نعود إلى الشعر مجددا؟ حبا وكرامة. إلى قصيدة ذات موقف وذكرى، أو إلى ما تحبين قراءته علينا، لك حرية اختيار ما تشائين. طيب سأقرأ قصيدة هي مطولة قليلا، لا أدري إن كان الوقت يتسع لقراءتها، ولكن قد أقرأ بعضها فقط. لك ذلك، تفضل. أظن أنها تحمل كثيرا من الدلالات الرمزية التي أريد إسقاطها على واقعنا. يقطف الصدى، يسمي مزاج الريح في التيه فلسفة، يسمي مزاج الريح في التيه فلسفة، وظلا سديمي الملامح معطفة، شقي بأعباء التوابيت كلما يمر احتمال مستبد تخطف، كأن ربيب الموج أرق نجمة تخبره أن المدائن مرجفة، يشقق تاريخ الظلام بفكرة وينكأ حزن الضوء شيئا لينزفه، ويحرجه في أي نص تعيث بي وفيما اجتراحات المجاز المكثفة، ففيه من الوهم البدائي لوثة، ومن فتنة التسآل روح مشرفة، ولو أنه استبقى ولم يلق لوحه على عنده المسنون فيه لأنصفه، أقل قليلا من نوايا اشتهائه وأكثر من أسمائه المتعففة، لأرسل في ليل الهواجس لثغة تقص إشاعات النهار لتعرفه، فتتبعه غيما وتحرسه ندى وتنطره أما إذا اليتم لحفه، وتحثو عليه الفقد كل بلاغة وتطعمه التأويل زيتا وأرغفة، تراقبه قد أمسك الجمر في الرؤى غزال يقين ثم بالصبر ألفه، وفي جذوة المعنى تماما بغيبها يمين تجل باغت البرد أحرفه، يمد يدا بيضاء في جيب حلمه ويدهش ألا سوء ثم ليصرفه، فينبت من أغصان منفاه موطن يعود عصا تسعى إليه لتلقفه، ولما استغاثته الغوايات في دمي تناجز والسر العتيد فأتلفه، يفر وما فرعون إلا خياله، وتغري الخطايا العاريات تخوفه، توجسه المسكون بالله ولم ومن سيفجأه ليلان تيه وأرصفه، وإذ مفرق السقيا وفي الشرب زحمة وفي الماء قلب من حياء وملحفه، رأى شكه فرقا كطود من المنى طريقا على كف السؤال مطرفه، ضجيج مدى والسامري وعجله وسبتين ضاعا في شباك المسوفة، يرى ما يرى والعابرون قوافل
هياكل من طين قديم مزخرفة تخمرها الأقدار حتى كأنها شرانق في خيط الزمان ملففة وأقنعة فوضى تساقط ينحني يلم بقاياها مرايا مشقفة فيصعقه غيب تدك عوالم وتنبعث الرؤيا على القلب والشفة كبيت عتيق أو كسدرة منتهى كبيت عتيق أو كسدرة منتهى كقيد شريد كانعتاق بلا صفة كمئذنة جلى كواد مقدس كعوسجة فائية البوح مشرفة كصمت ربيب الموج يزرع في الصدى نداء قصيا عندما شب قد طفى نداء قصيا عندما شب قد طفى. يا له من قطاف عذبة. هكذا تكون اللغة العالية، هكذا تكون الإسقاطات الرمزية قابلة للتأويل حينما نجمع ما بين الحسي وما بين الملموس في إطار قصيدة ذات دلالات معرفية وذات فهوم واسعة تدل الناظرين على الطريق، تدلهم من أي الأبواب يفدون إلى أحلامهم ورؤى الفهم المنشودة التي يبحثون عنها ويريدون أن يصلوا من خلالها إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. دكتورة، خلينا نتحدث الآن بشكل أبسط قليلا إلى القيم التي ينبغي على كل شاعر أن يحملها مثل ما يحمل طالب المدرسة حقيبته، القيم الواجب توفرها في كل شاعر صاحب رسالة وهدف. تفضل. والله إذا كنا نتكلم عن الشعر مطلقا أستاذي الكريم، أعتقد أن القيمة الأولى التي ينبغي أن يتسم بها الشاعر هي قيمة الحقيقية، أن يكون حقيقيا. قصدي أن يكون الشعر مرآة للشاعر في حقيقته، في فكره، في سلوكه، قبل أن يكون رسالة يقدمها إلى الناس. لأن الصدق في نظري أنه لا يلامس الشغاف حتى يخرج من قلب صادق، والقلب الصادق يعكس بصدق، يعني بشفافية، هذه القيم التي يحملها والتي يريد أن يوصلها إلى الناس. بالنسبة للشاعر العربي تحديدا، طبعا ليس من باب التنظير ولكن من باب الالتزام بما أحاول أن ألتزم به أنا على الأقل. نعم نعم تفضل. الملزمة ينبغي في نظري أن تكون منتمية بعمق وبوفاء كبير للتراث العربي تاريخا ولغة وإنسانا وهموما وأحلاما. هذا من جهة. من جهة أخرى أعتقد أنه ينبغي أن يكون منتمياً أيضاً للراهن العربي. نعم. يعني ليس ابن لحظته التاريخية في الهوياتية ولكنه فقط، ولكنه أيضاً ابن لحظته الهوياتية المعاصرة، ابن اليوم، يفقه مشاكل اليوم، يحاول أن يعبر عنها بحقيقية غير متنكرة لذاتها الهوياتية، يحاول أن يساعد الإنسان العربي على تجاوز المحن التي يتجاوزها. قد يزرع فيه أحيانا آمالا كاذبة، ولا ضير من ذلك ما دام يستطيع أن يساعده على تجاوز هذه المحن. يحاول أحيانا أخرى أن يساعده على فهم ما الذي يحصل، لماذا أنا هنا، لماذا أنا في هذا الوضع، وكيف يمكن أن أتجاوزه. ربما بمثالية كبيرة، ولكن لا يخلو الأمر من أن تمسك هذه المثالية شيئا بيد الشاعر أو بيد الفرد العربي وتوصله إلى نوع من الطمأنينة، لا نقول إلى الخلاص، لأن الخلاص يبدو طويلا وعسيرا. نعم. وينبغي أن تشترك فيه كما أقول دائما حضارات، وليس فقط الحضارة العربية، لكن على الأقل يحاول أن يمسك بيد الفرد العربي إذا... لكي نعم. يعني يساعد نفسه على وضع لبنة أولى في طريق هذا الخلاص. نعم. المشكل فقط، وأقولها بمرارة كبيرة، أن وضع الشاعر العربي اختلف بين الماضي واليوم. طبعا أنا لم أخرج عن فكرة الملزمة، أحاول فقط أن أبرر النقطة الأخيرة. الشاعر العربي اليوم ربما صار إما ينظر إليه أنه يتحدث من برج عال، فيقال له احتفظ بأفكارك المثالية لك ودعنا نعيش الواقع، نجري وراء لقمة العيش ونكابد
للحفاظ على أوطاننا وهوياتنا وروحنا صافية. ولكن والنموذج الآخر أعتقد لا بد من أن نضع بصمة. أعتقد أن الشاعر اليوم هو فقط شاهد على العصر، إن لم يستطع أن يؤثر في المجتمع لا يضره أن يكون شاهدا على العصر، يسجل للتاريخ أنه لم يقف ساكتا. إذن النموذج الأدوم والأبقى والذي نريده هو النموذج الذي يتفاعل مع قضايا عصره ومع هموم وجراحات أبناء أمته، فيوثقها بلغة عالية وبانتماء إلى هذه الجراح. هل هذا ما تريدين أن تختمي به إجابتك فيما يتعلق بالسؤال السابق؟ وهو كذلك، أحسنتم التلخيص. تمام دكتورة. الآن إذا أردنا أن ننصف شعراء هذا الزمان الذي نحن فيه، هناك إشكالية يطرحها بعضهم. يقال إن الشاعر العربي يستورد بعض القضايا من خارج بيئته التي تعج هي أصلاً بقضايا صعبة من هموم وغموم وأحزان وأوجاع وصعاب، وهناك من يلوم هؤلاء الذين يستوردون القضايا في ظل يعني وفرة القضايا الإنسانية التي من الممكن أن تعولم إن صح التعبير إذا ما انطلقوا من جراحاتهم المحلية فأشعوها شعرا ونشروها بين الناس وحتى عملوا على ترجمتها. هل أنت مع فكرة أن ننتمي إلى أوجاعنا أكثر من استيراد الأفكار من الخارج، أم أنت بين؟ أم ما الذي ترينه وتريدينه؟ تفضلي. والله أعتقد في نظري أن هناك، أعتقد أن هناك ينبغي أن نصنف الأمور، هناك نوعا من الهموم الإنسانية والوجودية على حد سواء التي هي عامة، نستطيع أن قصدي يعاني منها الفرد العربي كما يعاني منها غيره، فما الذي يمنع أن نعيش هذه الهموم أو أن نعبر عنها بوصفنا شعراء ننتمي إلى الإنسانية بخصوصيتنا العربية؟ يمكن أن يعني قضية الحرية هي قضية إنسانية كبرى وليست قضية عربية مخصوصة، قضية الكرامة، قضية حق العيش، قضية حق ممارسة الفكر، هي قضايا كبرى نستطيع أن نتعامل معها جميعا ونصبها في قلبنا الشعري، لكن التجرد من القضايا العربية كليا وعني سلخ هذه القضايا الإنسانية الكبرى من قضيتها العربية أو من انتمائها إلى الهم العربي يعتبر نوعا من عدم الوفاء إلى أقول إلى جعل هذه القضايا خاصة بنا. يعني هي صحيح قضايا إنسانية كبرى، لكن أين تكون خاصة بنا نحن كعرب، نحن كأفراد ينتمون إلى هذا الهم وهذا الجرح؟ من جهة أخرى هناك قضايا عربية محض، قضايانا الكبرى المقدسة، قضايانا التحريرية، قضايانا الوطنية، التي أظن أنها لا يمكن أن يعبر عنها هم إنساني مهما كبر ومهما عمق ومهما كان جميلا. أعتقد أنها ينبغي أن تخرج من جراحنا لكي تداوي جراحنا بذاتها. أحسنت دكتورة. فتستطيع أن تقول أني أصنف يعني أنا بين أن يكون الجرح أو الهم الوجودي إنسانيا نستطيع أن نتفاعل معه بلمسة عربية. نعم. وفي هذه الإجابة دعينا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه الإجابة لأن الوقت أوشك يدركنا. وصلنا الآن إلى القصيدة الختامية، ما القصيدة التي ستختارينها مسكا للختام دكتورة؟ تفضلي. ختاما ماذا سأقرأ؟ طيب سأقرأ على غير العادة، نوعا من التغيير، سأقرأ التفعيلة. قصيدة من مقاطع، سأختار بعض المقاطع فيها فقط. مشرق الماء، إني أراكم والشجر والحزن مخصوفا على كف القدر، وتأبطت في الرمز إثمدها يحاول عودة أخرى معي، قلق المراود أنها حبلى بأقدار الشتاء، فإذا استوى وجع الغيوم تلبد التاريخ لا يلوي على كذب جديد، وإذا بها لغة تكابد لعنة التأويل أو شرف الغرق، جاءت سؤالا منذ ذاك الماء يربكه الورق، أين الطريق؟ جمل العرافة لا ترى مذ علمت غلمانها التأويل من لوح المجاز، والهدهد المرتاب لا يدري بأنباء القرى أو فالأقل لا يستطيع، يحتاج أكثر من سماء كي يرى ماء يناصبه العداء، يا ضوءه
أعذر يقيني، إنني التهويمة الأولى لأبناء السراب، أنا خرافة مائهم، حملت إصر نبوءتي، مذ لم تكن بعد الحروف ولم تكن بعد الشفاه. يا ضوءه خذ من عيوني زرقة تتعرف الظل الجديد لمشرق ترك الخطى تحت الخرائط ثم تاه. أدري بأنك مرهق، أدري بأنك مرهق، لكنه قدر الهداهد أن ترى ما لا نراه. أن ترى ما لا نراه. دكتورة شفيقة وعيل من الجزائر، قطفة الضوء، هكذا كان الوقت، مضى سريعا، ماذا تقولين في ختام هذه الحلقة؟ جزيتهم شكرا جزيلا لقناة الرافدين، وشكرا لكم أستاذ مصطفى، شاعرا ومثقفا وأديبا عاليا عالي المقام، وشكرا للجمهور الكريم على الوقت الذي استضافني فيه لديه. شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار هذا اللقاء واقعا، لا من خلال وسائل التواصل الإلكترونية. شكرا جزيلا لك دكتورة شفيقة وعيل، الشاعرة الجزائرية، كنت ضيفتنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.